سيد المحافظ اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عاوزين نعرف من عليك يعني مدى استفادة محافظة المنيا من المشروع ده كاستثمارية وقيمة اقتصادية مضافة. في البداية أنا برحب بمعالي السيد وزير الزراعة، وهو من شرفت بسيادته لزيارة المحافظة اليوم لتفقد المزرعة المملوكة والتابعة للوزارة وبصحتها 20,000 فدان. المزرعة دي فيها زراعات عديدة، فيها زراعات القمح، فيها زراعات الشعير، فيها زراعات مختلفة، فيها بقى انتاج حيواني. دي كلها منتجات بتصب في خدمة المواطن المنياوي، تم انتاج الزراعة وتسويقها بمحافظة المنيا وباقي المحافظات، تساعد على استقرار الأسعار في المحافظة. احنا بندعم جميع المشاريع الانتاجية، بالإضافة في محافظة المنيا بتعتبر محافظة من المحافظات الزراعية، بتضم أكبر مساحة زراعية في محافظات الصعيد، تصل مساحة الأراضي الزراعية فيها حوالي 490 ألف فدان. إضافة إلى المشروع القومي لاستزراع 1,500,000 فدان في الظهير الغربي بالمنطقة، ويقع في زمام المنيا منها حوالي 330,000 فدان. دي كلها تبقى منتجات زراعية تؤدي إلى استقرار الحالة الاقتصادية في المحافظة. شكرا جدا. المهندسة إيفيت إسحاق مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة المنيا، عاوزين نعرف من حضرتك إزاي المديرية ساهمت في توفير أو عمل الخدمات اللوجستية خاصة الطرق والنقل، وإحنا شايفين إحنا وجايين على مسافة أكتر من 55 كيلو متر مربع، جهد كبير من المحافظة. عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل العمل خلال الفترة اللي فاتت. اولا طبعا ال 20,000 فدان ده ضمن مشروع 1,500,000 فدان، ده طبعا مشروع رئاسي في خمد الرئيس تفضل مشكورا يعني وانه نفذه. طبعا من غير الطريق، طبعا حضراتكم عارفين انه المكان وعر جدا، ما كانش ينفع لا اي معدات تدخل ولا اي استعدادات علشان تنفيذ المشروع نفسه، فكان لابد من عمل طريق. فاتعمل بروتوكول ما بين الريف المصري وبين مشروع تحسين الاراضي ما بين محافظة المنيا. البروتوكول كان بنسبة الريف المصري 35%، تحسين أراضي 35%، ومحافظة المنيا 30%. فاتعمل الطريق طوله 22 كيلو، تكلفته 32 مليون جنيه، عرض أسفلت 7 متر، والعرض الكلي بالأكتاف 10 متر، ويعني هو مناسب جدا لخدمة المزرعة. انا يعني عاوزين نعرف كمان من حضرتك المعدات اللي تم الاستعانه بيها، شغلكم كم استغرق قد ايه وقت؟ بص حضرتك، كان الشغل صعب جدا. اولا اتعمل رفع مساحي لان الطبيعه كانت صعبه جدا هنا، واتعمل رفع مساحي. بعد كده معدات الرصف بقى، اللوادر وقلابات والفنشر اللي هو بتاع الاسفلت، كل ده يعني، والعماله كانت بتبات هنا. بس يعني نعم حضرتك، انت ازاي شايف النهارده تجربه زراعه صوب زراعيه في غرب المنيا زي ما احنا شفنا في وسط الصحراء؟ هل ده هيدينا امل ان احنا نستثمر ونزرع حوالينا؟ والله الكرنب اللي قدامك يدي لك الامل مش انا. طب بالنسبه يا فندم، يعني احنا شفنا طماطم، شفنا اصناف اجنبيه،
وشفنا صنف محلي أجياد من إنتاج معهد بحوث البساتين، وشفنا بروكلي، وشفنا بتنجان، وكلها الحمد لله نموات جيدة، وإن شاء الله محصول مبشر بالخير بإذن الله. على أيديك يا فندم، على أيديك. الله يخليك. عايزين نقول لشباب المليون ونص محمد، شباب خدت على عاتقها إنها تجرب هنا عشان هم ما يتعبوش. لا، ما احنا خدنا على التجريب، خدناها احنا على عاتقنا لانه الشباب ما يتحملش الخساره، لكن احنا نتحمل. دي الرساله اللي عايزينها من سعادتك لشباب المليون ونص. الحمد لله. يعني نطمن شباب المليون ونص يا فندم؟ نطمنهم مع الوزير؟ مش انا اللي اطمنهم، الكرومبي يطمنهم. اللي ما يطمنوش الكرومبي يطمنوا البتنجان والبروكلي الطماطم. دكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز بحوث البحوث الزراعية للإنتاج لشؤون البحوث، أهلا بحضرتك في مشروع غرب المانيا. أهلا بحضرتك يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. طبعا يعني أنتوا شغلكم كبحوث من أهم الشغل، وإحنا شايفين يعني تجارب كتير على محاصيل كتير، سواء في الصوب الزراعية أو في نظام شتلات أو نظام أنفاق زراعة. عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل التجارب دي، و يعني مدى نجاحها في التربة هنا في غرب المانيا. طبعا زي ما حضرتك شايف هنا الظروف المناخية قاسية جدا، والمنطقة يعني لم تزرع من قبل، فدي اللي حضرتك شايفه هنا ده نتاج أبحاث سنين الباحثين في مركز البحوث الزراعية، من المحاصيل والأصناف المتحملة للملوحة والظروف القاسية. فطبعا وبعدين احنا بنفخر النهاردة انه اللي حضراتكم شايفينه ده ثمار جهد مشترك الباحثين مع قطاع الانتاج، مع وزارة الزراعة، مع تكاتف جهود كثيرة جدا، والقطاع الخاص برضو في بعض المحاصيل مشارك فيها. فطبعا دي جهود سنين من البحث العلمي ظهرت قدام حضراتكم هنا في المشروع. حضرتك ايه ابرز التجارب دي اللي تم تطبيقها على بعض المحاصيل، وايه المحاصيل اللي تم تطبيق هذه التجارب عليها؟ هو طبعا احنا لسه في المكان هنا، دي اول سنه، اول موسم شتوي يزرع في غرب البنيا، لكن لسه طبعا اللي جاي احنا زرعنا، بدانا بالحاجات اللي احنا يعني اولموست تقريبا خلصان فيها الشغل، لكن لسه الجهود والتجارب والابحاث جايه قدام ان شاء الله، لان المنطقه هنا واعده جدا وفيها ظروف مناخيه قاسيه، فدي هتدي حماس للباحثين ان هم يجربوا ويعملوا دراسات اكتر على التربه وعلى المناخ وعلى البيئة المحيطة هنا كلها، وإن شاء الله تكون المستقبل أحسن إن شاء الله بإذن الله.
احنا معانا النهارده من موقع غرب غرب المنيا الدكتور اسامه. يعني حضرتك دكتور بمركز البحوث الزراعيه ومعهد بحوث الاراضي، وكمان يعني ظاهر ان حضرتك بتشتغل بايدك في الموقع، ما بتكتفيش بس انك انت تدي تعليمات وروح وتعالى، لا احنا عاوزين يعني لا والله يا حضرتك احنا بنساعد بالنسبه للعمال معانا على اساس يبقى قدوه ليهم بالنسبه للشغل، وحتى حضرتك بالنسبه لي يعني لو لاقي الدكتور مثلا شغال معاه في ايده بيبذل بردك مجهوده، وادي النتيجه حضرتك الحمد لله. يعني انت شوف لو شفت القانوله بالنسبه لكلام الفول اللي هو في حاجات في ارض ملحيه وميه ملحيه صعبه، حتى يعني سياده الوزير مستغرب في ارض ملحيه وارض طالع القمح وطالع الشعير وطالع القانوله، يعني القانوله بالنسبه للقانوله بالنسبه للمحصول زيتي، وفي انت عارف في نقص بالنسبه للمحاصيل الزيتيه في مصر 95% نقص طبعا، يعني واكثر من حضرتك. طب يا دكتور عاوزين نعرف حضرتك يعني تفاصيل شغلكم، بتشتغلوا امتى، ويعني حضرتك انت هنا مدير الموقع صح؟ مدير الموقع حضرتك، واحنا بنقوم حضرتك من الصبح يعني بنحاول بعد صلاه الفجر حضرتك بننزل الارض بنبدا الري مع التسميد، وبنلف على شبكه الري اذا كان فيها مثلا حاجات بايظه بنصلحها، اذا كان في حاجه مضروبه بنعملها، وبنشوف اذا كان في حاجه النبات بالنسبه ناقص اعراض نقص بنزود كميه التسميد. المهندس نبيل عبد العال مشرف محطة تربية المواشي بمشروع غرب غرب المنيا استصلاح 20,000 فدان غرب غرب المنيا. يعني احنا شايفين ما شاء الله يعني جهد ممتاز ومواشي من نوعية ممتازة، عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل خلال الفترة اللي فاتت وعملكم في المشروع. حضرتك احنا مجموعة من العمال والمهندسين، مشروع تابع لوزارة الزراعة تابع ل20,000 فدان خاص او تابع لقطاع الانتاج. المشروع طبعا فيه نسبه عماله عاليه وبينتج لحوم وبينتج تسمين وبينتج ابقار، ومختص بتربيه الجاموس فقط. بس يعني ما فيش ابقار؟ لا ما فيش ابقار، الجاموس فقط لا غير. طب بالنسبه لتوفير الاعلاف للمواشي دي، وبالنسبه برضو يعني عاوزين نعرف عدد العاملين وشغلكم بيبدا الساعه كام والكلام ده؟ العاملين شغالين طول اليوم بالنسبه، وفي نوعين حظائر ومحلب. بالنسبه للحظائر شغالين ال 24 ساعه ليل ونهار متابعات، لان فيه ولادات وفيه عشاير وفيه تغذيه. بالنسبه للمحلب على فترتين، فتره صباحيه وفتره مسائيه. والاعلاف جايه من وزاره الزراعه برضو، انتاج داخل انتاج القطاع.